الطلاب يوم يعني المحاضرة الأخيرة والخامسة من المحاضرات الميد اللي هي الكولينرجيك بلوكينج ايجنت. قال لك كولينرجيك بلوكينج ايجنت هي شنو؟ هي عبارة عن مواد تقعد لك بالريسبتر، تضرب لك بالريسبتر بدون ما تحفزه. زين شو راح تسوي؟ راح تمنع لك الافكت مال كولينرجيك. شلون؟ انه تمنع الاستالكونين يرتبط به، يعني هذا الريسبتر بصورة طبيعية كان الاستالكونين يرتبط به، بس انت من صنعت المادة مالتك راح تقعد هنا وتمنع الاستالكونين يرتبط، فبالتالي راح تمنع لك الافكت مال الاستالكونين. اعطاك مثل عليها اللي هي الاتروبين. يقول لك الاتروبين هو عبارة عن افكت بلوكينج ايجنت، هو اقوى واحد بالبلوكينج ايجنت بالباراسمباثيك، هو اقوى واحد ويسد لك يعني موست بلوكينج ايجنت يشتغل لك عليه من المسكنك ريسبتر، بس يعني المسكنك يشتغل الاتروبين. اما الدي تيوبكيورار اللي اخذناه بالمحاضرة الاولى اللي يسد لك الان 1 بالنيورو مسكلر جكشن بسكيت المصل، نجي الساعه اليمن. اما الهكسا ميثانيوم يسد لك هذا الان 2 الموجود بالجنجليا. هذا يعني امثله على البلوكينج ايجنت. قال لك عندك هواي كومباوند، يعني هواي من المركبات، هواي من التقسيمات، شلون نقسمهن؟ قال لك قسمهن على ستراكشر والموقع اللي هو تحصله من عنده. اول شيء سورينياس اللي هي النباتات اللي هو افضل واحد بيهم الاتروبين. قال لك الاتروبين وجماعته اللي يشوفونه هاي مجموعه، هاي خلصنا من الطبيعيات. نجي على الصناعيات. صناعيات الستركتشر مالتها مرات يحتوي على امينو الكحول استر او امينو الكحول اثر او امينو الكحول. قال لك الطبيعيات السونينس والمركبات تشبهها. مركبات الصناعيات عندك الامينو الكحول ثلاث مركبات، اما امينو الكحول استر اما اثر او ماكو شيء اللي هو الامينو الكحول. اما المركب الثاني اللي هو الامينو امايد كنا ناخذهن احنا، والمسينياس اللي هو يعني ماكو تشابه بالستركتشرات بس هو خلوهم مجموعة واحدة، والبافينياس اللي هو هم راح ناخذ عليه امثلة. اهم مجموعة عندنا اللي هو الاتروبين وجماعته اللي هو سونينياس. نجي هنا اللي يعتبر كلش مهمة والزبدة مات المحاضرة، هذا الاستالكونين الطبيعي ان واستر. قال لك هاي الكربون موش عليها 3 اتش شيلين كلهن، راح يصير عندك ار 1 ار 2 ار 3. واضح ما واضح؟ السي هذي اتش كلين شيلين، احسن عندك ار 1 ار 2 ار 3. نجي اذا كان عندك استر وهاي الار كانت او اتش، فش يصير؟ امينو الكحول استر. اما اذا كان هنا اثر او ايثر فصير امينو الكحول ايثر. هيك يعني نعرف المركب هاي من يا مجموعة من الستركتشر. هنا اذا عندك استر وهنا عندك او اتش، امينو الكحول استر. اذا كان عندك هنا امايد يعني او، تصير امينو امايد استر. لو حكي لك هنا ار اذا كانت او اتش تصير امينو الكحول استر، ار اذا كانت امايد تصير امينو امايد استر. اما اذا كان هنا ايثر شو تقول له؟ إذا كانت بس أو يعني ماكو أو، يعني ماكو مو أو سي دبل بوند أو، هاي نشيلها يصير بس أو وحدة، يعني هاي يصير إيثر. وكان عندك أو إتش يصير أمينو الكحول إيثر، كان عندك أمايد أمينو أمايد إيثر. إذا ما كان عندك لا أو ولا أو دبل بوند، يعني لا إستر ولا إيثر، عندك بس هيدروكربون بسيطة، أمينو أمايد أمينو الكحول، بسيط الوضع يعني. وإحنا نحكي عليهم بالستركتشرات يعني، هذا بس شرح مؤقت، وكل ما يجي الستركتشر راح نفسره يعني. أنتي كولينرجيك كومباوند قال لك هاي المواد لازم تكون تشبه الاستركونين، لازم تكون تشبهها لأن راح ترتبط على نفس الريسبتر راح يرتبط بالاستركونين، يعني لازم تكون شبهها، بس لازم تضيف عليها فد مجاميع ثانية تعطيك مجاميع ارتباط جديدة. ليش؟ شوفوا الاستركونين يعطي للريسبتر ثلاث مجاميع ارتباط، مثلا نقول يشتري من عنده ارتباط ب 30,000 ثلاث مجاميع. انت المركب اللي راح تصنعه او المركب الطبيعي لازم يكون عنده اكثر من ثلاث مجاميع ارتباط. ليش؟ على مود يتغلب على الاستركونين ويرتبط بالريسبتر من عندنا ارتباط، لانه راح ينافسه.
فلازم يكون اقوى منه بالارتباط. شلون اخليه اقوى منه؟ شلون ازيد الافينيتي مالته؟ عن طريق ان اضيف له مجاميع تطيبوندات جديده. وقال لك لازم ومو لازم يعني يفضل انه يحتوي على كوارتري امونيوم او نيتروجين، انا يكون يشبه لك المركب داخل الجسم اللي هو استر كولينج. نجي هاي الكيميكال ستراكشر مثل ما اتفقنا، هاي تشين احتمال تكون اما استر او احتمال تكون ايثر او احتمال تكون هيدروكربون. وقلنا هاي السي كان بها اتش 3 شلناها كلهن، صار عندك اي بي سي او ار 1 ار 2 ار 3 نفس الشيء. هذا كيميكال ستراكشر لازم تحفظه يعني يكون عندك ببالك. نجي نشعلهن واحد واحد يعني نشعلهن واحد. قال لك هاي التشين اما تكون مثل ما اتفقنا تكون اما استر اثل هيدروكربون، واضحه. نجي هسه نحكي على الاي والبي والسي او الار 1 ار 2 ار 3. نجي قال لك الاي والبي لازم واحده تكون اروماتيك على مود تعطيك بوند اسمها الفاندر وول، خدناها بالعضويه العام ويا السيرفس مال ريسبتر، وواحده تكون سايكلو الفاتيك او هيدروكربون على مود تعطيك هيدروفوبيك بوند. طبعا موضوع تحسون دوخه، نجي نفسره واحده واحده. قال لك هذا الستركتشر التشين تكون ثلاث احتمالات حفظوها، اما تكون استر اثر هيدروكربون بسيطه هاي. نجي نحكي عن من على ذني الثلاثه. قال لك هاي وهاي الاي والبي واحد منهم لازم يكون اروماتيك مثل بنزين مثلا، واحد لازم يكون مو اروماتيك سايكل الفاتيك طبيعي. ليش؟ هذه تعطيك فاندر وول وهذه تعطيك هيدروفوبيك بوند ويا ريسبتر. السي اما تكون اما هيدروكسيل اما تكون امايد على مود ريسبتر، يصير اما امينو الكحول لو امينو امايد. اذا كان عندك او اتش يصير امينو الكحول، كان عندك امايد يصير امينو امايد، وبعد حسب التشين. قلنا السي اما تكون هيدروكسيل اما تكون كربو امايد على مود تعطيك هيدروجين بوند. بالتالي انا سويت خليته يشبه الاستركونين عن طريق الان، وراها ضفت له ثلاث مجاميع تعطيني ارتباطات ثانيه على مود اخليه يتغلب على الاستركونين بالارتباط. اول شيء قلنا الاي تكون اروماتيك او بي تكون اروماتيك عادي واحده منهن، والبي تكون سايكلو الفاتيك او هيدروكربون، والسي تكون هيدروكسيل او توفر الهيدروجين بوند. نيجي احنا ناخذ قطعه قطعه من الريسبتر. اول شيء احنا شعلنا من على هذا الموقع اللي هو اسمه كاتيون هيد او الشحنه الموجبه. نجي قال لك جنرالي بصوره طبيعيه الانتي كولينرجيك مولكر على مود تكون قويه كلش وتنافس لك الاستركونين لازم بيها برايمري بوند نقطه ارتباط قويه على مود ترتبط لك بالريسبتر، اللي هي توفر لك هاي الارتباط القوي الكاتيون هيد الشحنه الموجبه. منين احصل الشحنه الموجبه؟ عن طريق النيتروجين الموجب. تذكرون من المحاضرة الثانية من شرح محمد ان ال N هيك تكون يعني بيها مثل كربون واحد، واذا زودناها خلينا كربونين لو ثلاث كربونات راح تقل الاكتيفيتي، وقلنا ما نسويها الانيد اكتيفيتي. نجي هنا راح اسويها، قال لك ستك افكت من راح ازيد الكربونات الموجودة على N راح اوزع الشحنة الموجبة، فبالتالي اخلي الدراج ريسبتر اتراكشن يكون قليل، فبالتالي اقلل البارا سمباثوميتك اقلل الاغونس وازيد الانتاغونس. عيد قال لك انت لازم يكون عندك شحنه موجبه ان موجب بالستركشر مالتك كانتيكونرجيك على مود يكون ارتباط جدا قوي. زين هاي الان شو اسوي انا؟ اقدر اضعفها. شلون اضعفها؟ عن طريق انه ازيد مجموعه الكربون اللي عليها. من زيادتها الشحنة الموجبة ما راح تتوزع على المنطقة لأن كبرت المنطقة أنا، فبالتالي الارتباط النيتروجين بالريسبتر راح يكون ضعيف ما يحفزه. راح بس يقعد بي يعني الارتباط هذا الريسبتر بصورة طبيعية الاستركونين لأن المنطقة قوية الموجب راح تحفز الريسبتر تقعد هنا وتحفزه. أما المركب اللي صنعته أنا هو عنده موجب بس قليل بس يقعد هنا ما يحفز، فصار عندي انتاغونز ما صار عندي اغونز. ونجي ناخذ مثال ثاني اللي هو شنو؟ يقول لك مركب هو اصلا ما بي ان اللي هو الكاربوكولين.
اللي هو اسمه الثاني بنزل كربكونين. قال لك هو اصلا كومبتيتيف ويا استركونين، بس شوف الستكتشر مالته ما بي ان. قال لك هو ليه ما بي ان؟ فالافكت مالته يكون اقل من البين كاتيون هيد. يعني قارنا هسه هذا، قارنا ويا مركب صنعته انا بي ان موجب، هذا يكون اضعف من هذا، هذا يكون اقوى لان بي ان موجب. نجي نروح لسؤال، هو ما بي ان زين، شلون راح يسوي بونت ويا ريسبتر؟ قال لك عن طريق الهيدروفوبيك ذني، عن طريق الهيدروفوبيك بوند راح تعمل لك دور مهم انه تقدر ريسبتر انتراكشن. نجي هسه نسوي لنا مراجعه على اللي اخذناه هسه، شلون تجينا الاسئله. اول شيء، اول سؤال هنا شنو الكولينرجيك بلوكينج ايجنت؟ هو اي ماده تقعد بالريسبتر وما تحفزه. ايتروبين يا سيدكارس يا ريسبتر يقلل المسكارينك. التوبيكولار اسيد النيكوتين بالنيرومسكارينك جكشن، اما الهكساميثانيوم يسد لك الان 2 موجود بالجنجليا. نجي هنا هالمجاميع نحفظها، السونينس والانالوج مالتين، الصناعيه الامينو الكحول استر واثر امينو الكحول، وعندك الامينو امايد والمسينيس والبابا انيس. الستركتشر راح يكون عندنا قلنا اذا عندك استر فيكون امين الكحول استر، عندك اثر امين الكحول اثر، ما عندك امين الكحول هذا كان عندك او اتش، كان عندك امايد امينو امايد استر امينو امايد اثر امينو امايد بس. اعتمادا على ذني اذا عندك استر فيصير امينو ويا استر، عندك اثر امينو اثر، عندك هيدروكربون بس امينو المركب المجموعه الثانيه. هنا قلنا لازم يشبهه لان يرتبط على نفس السطر اللي يرتبط به، لازم يحتوي على ان الموجب على مودي شبهه يعني. وقلنا عندنا راح نضيف له مجاميع ثانيه على مود ازود الارتباط واخليه يتغلب على الاستركونين بالارتباط اللي هو اي وبي والسي. الاي تكون اروماتيك، البي تكون اليفاتيك او هيدروكربون، والسي تكون اما او اتش اما امايد. الاو اتش يصير امانو او الكحول، بالامايد يصير امانو امايد. نجي نحكي هنا، حكينا هذا النهايه، نجي على الكاتيون هيد. شلون يجينا السؤال هنا؟ يقول لك مجموعة الايش تكون؟ تقول لا ما تكون لا ما اروماتيك لا اليفاتيك او هيدروكربون. مجموعة السي شو تكون؟ تقول له هيدروكسيل والكربامايد. الكاتيون هيد مثل ما اتفقنا انه المركب اذا يريد يرتبط قوي جدا لازم عنده برايمري بوينت. البرايمري بوينت هاي منيه اللي هي الان الموجب توفر لي اياها. يقول لك وشلون اضعف الموجب مالتي انا مود احوله الى انتاغونز؟ قال لك ازيد مجموعه الالكايل الكربونات الموجوده على الان، من ازيدها فشلون الموجب راح تتوزع فبالتالي راح تقل الفعاليه. وقال لك عندك مثال اسمه الكربوكونين او البنزل كربوكونين، هذا ما بي ان، على الرغم من ما بي ان بس هو هم كومبتيتيف عن طريق الهيدروفوبيك بوند، تكون لك بوندات قويه انه يرتبط لك بالريسبتر. توصلنا للمجموعه الثانيه او المجموعه اللي هو الكاتيون هيد. المجموعه الثانيه اللي هي الهيدروكسيل اللي هي الاو اتش. قال لك على الرغم من هي مو لازم الاكتيفيتي، بس اذا خليت الهيدروكسيل جروب راح ازيد لك الاكتيفيتي مالتي ماسكرانك. يعني اذا مركب بي هيدروكسيل تكون فعاليته اقوى من ما بي هيدروكسيل. وقال لك موقع الهيدروكسيل ما اقدر اخليه بكيفي، لا لازم شي يكون، لازم يكون له مكان محدد يكون كريتيكال. قال لك على مود تحصل على اقوى فعاليه لازم انه يبتعد عن اما بكربوني اما ثلاث كربونات او الزاويه تكون يعني محدده. قال لك ليش؟ انه المركبات البيو هيدروكسيل كانتي ماسكانيك تكون اقوى من المركبات اللي ما بيها هيدروكسيل. قال لك نفضل انه هيدروكسيل مهم جدا للارتباط لانه راح يوفر لك هيدروجين بوند، ويكون هو الاو تكون بيها الكترونات هو الكترون ريتش ويا اوف ذا ريسبتر سيرفيس، كون لك هيدروجين بوند ويا من ويا السيرفيس مال الريسبتر. خلصنا الجزء الثاني، وصلنا للجزء الثالث اللي هو الاستراتيك جروب. احنا قبل شويه قلنا البريدج هذا التشين اما تكون استر ايثر او هيدروكربون. نجي هنا تشين وحده وحده، اذا كان استر قلت لك العديد من هاي بوتنت يعني اقوى شيء بالانت ماسكرانك راح تحتوي على الاستر جروب، وتكون جدا مهمه للبايندنج وتكون مهمه للافكت. قلت لك ليش؟ قلت لك هو الصوره طبيعيه لان الاستر كونين ما جسمنا الخلقه الله خلقه ربنا يعني بيستر، فيعني الاستر راح تكون احسن شيء. قلت هذا يكون طبيعي لان يعني الاجونز الاستر كونين هو نفس الشيء اللي عنده استر.
بس هي مو يعني مو مهمة للأكتيفيتي، أقدر أغيرها. لذلك عندنا مجاميع عديدة ما بيها إستر، مثل يا هي اللي أثل أو أمينة الكحول طبيعية. نعيد شو يجي السؤال على هذا السلايد. هيدروكسيل جروب، هل يقول لك يجيك سؤال هيدروكسيل مهمة للأكتيفيتي؟ تقول له لا، يقول لك يا الأقوى الانتي ماسكانيك البي هيدروكسيل اللي ما بي هيدروكسيل، قل البي هيدروكسيل. يقول لك ليش؟ يعني تقول الهيدروكسيل توفر لك هيدروجين بوند وتكون الكترون ريتش وتكون لك هيدروجين بوند على الريسبتر. نجي الاستاذ جرو يقول لك هي هل مهمه للاكتيفيتي؟ تقول له مو مهمه للاكتيفيتي، بس وجودها يعطيك هاي البوتنت ويعطيك اكتيفيتي قويه كانتي ماسكانيك. ليش سيلك؟ يعني تقول راح تشبه الاستاكونين الموجود بجسمنا. يقول لك هل يعني ما اقدر اذا غيره ما يصير اكتيفيتي؟ تقول له لا، عندنا مجاميع ثانيه ما بيها استر مثل الاثل او امين الكحول. هسه وصلنا للسايكليك سبستيوشن. قال لك على الاقل لازم الانتي كولينرجيك مالت يحتوي على وان سايكليك سبستيوشن، سواء كان فينل ثيال او اذرز. يقول لك هاي تكون كيميكال فيتشر بكل الانتي كولينرجيك مولكيولز، يعني تكون جدا مهمه، واغلب الانتي كولينرجيك بها سايكليك. قال لك الاروماتيك سبستيوشن مرات استخدمه على مود الكونكشن والاستيك مويتي. اروماتيك استخدمه على مود اخليه مرتبط بمجموعه تكون اسيدك of the ester function. يعني بدون الاروماتيك ما اقدر اضيف اسيدك مويتي على الاستر، فاستخدم الاروماتيك هذا الشيء. يعني قال لك كل الاسيد استخدمه مرات على مثل من مثل استيك اسيد ايرل سبستيوتد، يعني مجموعه حلقه بها استيك اسيد وربطتها بالاستر، يعني بالمركب الانتي كولينرجيك، فاستفاد بالاروماتيك على مود اللي هو الكونكشن ويا ميموري استيك مويتي. المركب يكون أسيدك. يعني نجي هاي مو مهمة، يعني المهمة هنا تجي. قال لك استخدام الأروماتيك أسيد، مو أروماتيك مويتي، أروماتيك أسيد يؤدي إلى أكتيفيتي هتكون قليلة كأنتيكولينرجيك، بس تكون جدا فعالة كلوكال أنستيزيا كمخدر موضعي. عيد أروماتيك صوت طبيعي نستخدمه، من اخلي عليه استيك اسيد يصير اروماتيك اسيد او اي اروماتيك اسيد من استخدمه، راح يقل الفعاليه كانتيكولينرجيك، بس راح تزداد كشنو كلوكال انستيزيا. شباب اكو مكان بالريسبتر، نعتبر هذا الريسبتر مكان هنا موجب يكون ايون، يعني خلينا نخليه سالب على مود نشرح عادل. بس شنو هذا المكان؟ محاط وبهايدروفوبيك، هايدروفوبيك بوند. طب هنا هايدروفوبيك بوند هذا بصورة طبيعية يجي الاستركونين يعبر من هنا، ان الموجب يرتبط لك بهذا السالب يسوي اكتيفيتي. زين، ما فكرت بطريقة انه انا اقدر اصنع مركب بهايدروفوبيك بوند يقعد هنا؟ يعني مين يجي الاستركونين يرتبط؟ ما راح يقدر. فلذلك احنا جايين نضيف الاروماتيك ونضيف الهيدروفوبيك. الاروماتيك توفر لفاندروال، الهيدروفوبيك قلنا الهيدروكربون والاليفاتيك هنا يقعدين ويمين عن الاستركونين انه يوصل للايونيك تشارج. هسه راح نحكيها كمرزمه. قال لك الميمتيك الاكتيف تكون مرتبطه ببولر جروب، الاستر كونين بي الموجب ببولر جروب، فبالتالي لازم ادي بالريسبتر بولر اريا، لازم بالريسبتر كو فد اريا تكون بولر. قال لك بس هاي تكون محاطه من البولر اريا سراوندينج السايت، يعني عندك موقع بالريسبتر يكون بولر محاط من البولر جروب. فقال لك على مود زيد لك البايندينج اوف مولكيولز، تقدر شو تضيف؟ تضيف مادة أو تضيف أريا تكون فلات ونون بولر مثل أروماتيك رينج. هاي المادة هتقعد بهذا الهيدروفوبيك سايت بدون ما تحفزه وتمنع الارتباط مع الاستركونين بالأيونيك بوند. وقال لك هاي أغلب الأدوية الأنتي ماسكانيك دراج راح تشتغل هيك. خلنا نعيدها لأن أحسها صعبة. هذا الريسبتر ماسكانيك، هنا عنده منطقة ايونيك سالب، هاي المنطقة تكون محاطة بهايدروفوبيك
بطاقه يكون ما بيه شحنه. بصوره طبيعيه الاستركونين يجيك هنا يعبر هاي المنطقه وهنا يتحد يكون اكتيفيتي. زين قال لك عندك انت طريقه، خلي فلات نون بولر جروب مثل اروماتيك تجي تقعد هنا بدون ما تحفز هاي الايونيك اللي هي مو ايونيك هي نون بولر، وتمنع ارتباط الاستركونين بي، بالتالي وخرت الاكتيفيتي. قال لك صحيح، وهاي الطريقه كل الانتي ماسكانك او 90% من اتاه تشتغل بهيك الطريقه، يعني انه هايدروفوبيك بوند وتمنع اتصال الاستركونين. احنا نحكي على من عجينه ستركتشر، هذا الستركتشر راح ناخذه وحده وحده. اول شيء نبدي بال R1، قلنا ما تكون H OH او CH2OH، اما تكون إيلوكسي هيدروكسيل او H طبيعي او أروماتيك رينج. قال لك شنو افضل شيء معدل بخيارات من افضل اثنين؟ قال لك اذا كان عندك R1 تكون هيدروجين لو إيلوكسي راح تكون لك بوتنت انتي ماسكرانيك. ليش؟ لانه توفر لك هيدروجين بوند. الR1 احتمال يكون H OH إيلوكسي أروماتيك، افضل شيء يكون هيدروكسيل إيلوكسي. ليش؟ على مود يكون لك الهيدروجين بوند. نجي على من؟ على الـ R2 والـ R3. قال لك الـ R2 والـ R3 ذني واحد منهم لازم يحتوي على هوموسايكل وهيتوسايكل، وواحد فنل، يعني واحد يكون أروماتيك، واحد يكون ألفاتيك، على مود أحصل على ماكسيموم أنتاغونيز أكتيفيتي. ليش؟ لأن قلنا قبل شوية عندك هنا بولر جروب راح يكون محاط بنون بولر بورشن بالريسبتر، فأخلي ذن الاثنين على مود قاعدين هنا من الارتباط الاستركونين جوا. نفس الشيء يعني على ماكسيموم انتاجونيز اكتيفيتي. خلصنا ال R1، قلنا اما تكون OH H CH2OH، اما اروماتيك قلنا افضل شيء تكون CH2OH OH لان يكون الهيدروجين بوند. R2 ذن يكون على الاقل وحده سايكل، على الاقل وحده سايكل وحده هيدروكربون، يعني لازم وحده سايكل بيهن على مود قاعدين يعني for maximum antagonist activity. نجي على من؟ على الاستر، مجموعة الاستر تربط لك اياها. قال لك اقدر ابدلها باثر او اشيلها كلها بهيدروكربون اصلا يعني. قال لك وسبب لي خليني ابدلها، يعني تذكرون عندنا انزيم اسمه كولو استريز، او عندنا اي شيء استريز بالجسم، فاحتمال يكون هذا يتكسر بسرعه، فالاثر تكون longer duration بس تكون اضعف كأنتي مسكانك اكتيفيتي، لان الاستر تكون هي اقوى شيء لان هو الله خلقها بينا، او الاستر تكون يحتويها. غيرتها على مود يعني امنع تكسيرها بالاستر كونين استريز. يعني نجي هنا مثل ما اتفقنا، نقول لك الاختلاف انه هاي سي اتش 3 كانت استل سي اتش 3 بدلناها شلنا ثلاث كربونات، خلينا ار 1 ار 2 ار 3 وحكينا كل وحده ايش تكون. يعني احنا كان من هسه وقال لك هاي الاستر واحتمال بدي اقدر ابدلها اما بايثر اما ابدلها كامل المركب اللي راح ابدل، يعني الايثر او المركب الثاني راح يكون لونج ديوريشن اطول بالعمر بس اضعف كاكتيفيتي لان ما راح يشبه الاستر كوني. نجي على الار 4 اللي هي هاي، قال لك اما تكون 2 كربون اما 4 كربون. بالاجونيز بالمثل نحكي على المحاضره الثانيه، قلنا مستحيل تعبر الاثنين لان كان عندنا شيء اسمه الفايف اتم رول، قلنا ورا الان لازم عندك خمس كربونات، هنا لا عادي احتمال يعني يصير عندنا سبعه كلنا يصير اربعه. قال لك احتمال اف لونجر اند لور نمبر ما يصير عندك نوت فيت فايف اتم رول، حتكون عندك بالاكتيفيتي، بس هو احسن شيء يكون عندك كربونين على مود يشبه لك الفايف اتم رول. فالار 4 اما تكون اثنين لو اربعه ما اقدر اخليه اكثر من اثنين لو اربعه، وفضل تكون اثنين على مود تشبه لي الفايف اتم رول مثل ما اتفقنا هنا، قلنا هاي تكون اما اثنين لو اربعه، التو كربون تكون اكثر لان تشبه لك الفايف اتم رول او تتبع لك الفايف اتم رول. احنا نحكي هنا نحكي على من؟ على الان. قال لك الان بالاجونز تكون بس تيرشري، هنا لين انت اجونز راح يختلف، يعني يقول لك اما تيرشري اما كوانتري اما رباعيه اما ثلاثيه. الرباعيه تكون افضل، ليش؟ تكون لك كاتيون هيد شيء موجب فتكون اكثر يعني يسد لك.
ولوز سيلكتيفيتي اند بلوك نيكوتين ريسبتر ات هاي دوز. قال لك التيرشر يسد لك بس المسكرانك، اما الكوارتر الموجب راح يسد لك النيكوتين بجرعة عالية. الار 4 والار 6 اللي يذني قد ما زيت احسن. ليش؟ يعني متوزع شحن الموجب مات الان او متقلل الاكتيفيتي. كيف قال لك واحدة اثنين ثلاثة واربعة حتى كل ما زادت راح تصير without activity. يعني اكثر شيء اقدر اخليه اربعة اللي هو isopropyl اللي هو هذا يكون لاملك اياها. قلنا الان لما تكون تيرشري لو كوانترين كوارترين اللي قلنا احتبط لك بالنيكوتين وتوفر لك ارتباط يكون اقوى. ال R5 وال R6 قلنا يكون اما مثل اثروبروبل isopropyl وكل ما زيدنا يكون افضل. الاستر قلنا احتمال اقدر اغيرها باثر لو شيء. الار 1 قلنا ما تكون هيدروكسيل او اتش او ايلوكسي او اروماتيك، قلنا يفضل تكون ايلوكسي وهيدروكسيل او تكون الهيدروجين بوند. ار 2 والار 3 قلنا لازم واحده تكون سايكل او تكون لك الهيدروفوبيك بوند وماكسيمم انتاجونز. واتوقع خلصناها. وقلت لك تيرشري انتاجونز اكتيفيتي يرتبط لك بالريسبتر بالبروتينيت فورم، يعني هو التيرشري داخل الجسم يتحول الى كوارتنري. كوارتر نقول لك هاي يستخدم لعلاج الالسر اذر كونديكيشن، ارتبط لك بالجاستريك سكريشن. يعني نقول لك كوارتر نيه احتمال يجينا سؤال الربع وين يستخدم علاج الالسر. انين من الى الاختلافات بين الكولينرجيك ايجنت الاجونس والانتي كولينرجيك. نيتروجين بالاجونس يكون بس كوارتر، يعني مو يكون موجب. بالانتاجونس يكون اما كوارتر اما تيرشي طبيعي. الإيثيلين اللي هو البريدج اللي هو اللي يفصل لك بين الان والاو، اذا كانت فعال اكتيفيتي لازم يكون فقط اثنين عمود الفايف اتم رول. اما للانتاجونس اللي هو غير فعال احتمال يكون لو اثنين لو اربعه، متفقين الايدل يكون اثنين. السلكتيفيتي قلنا من الاكتيفيتي بالاجونس يقدر تخليه سلكتيف، انت تخلي مثل جروب اما الفا يصير نيكوتينك اما بيتا يصير مسكرينك وتخليه سلكتيف. اما بالانتاجونس ما يصير عندك اي سلكتيفيتي، هو بس يصير انتاجونس. يعني احيت شي انا اقول لك الباراسمباثو ميتيك بوسكينجليا بلوكر او الاسم الثاني انتي ماسكارينيك او انتي كولينرجيك او اسمها الباراسمباثوليتيك او الكولوليتيك دراج. ذني يشتغل عليه من كومبتيتيف انتاجونس من الاستاكونين، يمنع عنه انه يرتبط بالماسكارينيك ريسبتر. الاندوجينيوس الاستاكونين وش يكون؟ يكون سمول كل صغير. اما مالتي الكومبتيتيف حيكون كبير. ليش؟ لان انا ضفت له سايكل، ضفت له حلقات، ضفت له اروماتيك، وكبرت الاثنين وكبرت مجموعة الان فصير كبير. يعني فيقول لك انه انتيكولوجيك دراج ار ديفايد فروم مسكونيك اجونس. يقول لك مرات اخذ العلاج اجونس واظل اكبر بيه خليه بلكي. شلون اخليه بلكي؟ ومو قلنا سي اتش 3 مال ستايل حولها ار 1 ار 2 ار 3، يعني كان جاي يكبرها. الان مو كانتها سي وحده خليها سي 2 3. يعني يقولك هو حول الأجونس إلى أنتاجونس عن طريق أسوي بلكي جروب أكبره. يعني نيجي المولكولز اللي تشتغل كومبتيتيف ريفرسبل انهيبيتورز، ارتبط لك بالأكتسايد من الريسبتر بدون ما تحفزه. وشلون ترتبط لك؟ قلنا زيدنا إلها مواد أو زيدنا إلها عناصر على مود تعطي بوندات جديدة على مود زيد الأفينيتي مارته بس بدون ما تحفزه. أجي يسوي عادة رفرش. يعني نيجي لاستخدامات مارتي. اول استخدام ادي اللي هو مدرياتك. شو يسوي؟ دايليشن اوف ذا بابل اوف ذا اي، حفظوه مهم كلش. سايكل بليجي باراليسيس للكالوري ستراكشر اوف ذا اي، ويسوي ما تقدر تشوف رؤيه قريبه. هاي الافكت مال تروبين او مال انت مسكانك. التسما مودل يقلل لك الحركه مال جي اي تي كلها والجهاز البولي. انت سكريشن لان ام 3 مو سكريشن، يقلل لك السلافيشن، يقلل لك اي افراز داخل جسمك حيقلله، حتى بالاس سي ال ما يقللها. عيد الاختلافات هاي تكون جدا مهمه، انه الان بالاجونس يكون بس كوارتنري، والان يكون بالانتاجونس يكون كوارتنري وتيرشري. اثلين يكون بالاجونس بس اثنين، بالانتاجونس يكون اربعه لو اثنين عادي. سلكتيفيتي بالاجونس عندي سلكتيفيتي عن طريق اسوي ميثيليشن وما عندي سلكتيفيتي. ذني شنو هو الانتي مسكانك؟ ذني من على ارتباط الاستركولين من مسكانك ريسبتر. الاستركولين يكون صغيره اما الماده صناعتها تكون كبيره. وقال لك اقدر احول الماده من الاجونس لانتاجونس اني اضيف لها بولك جروبس اظل اكبر بيها.
المسكاني يقول لك هو ريفرسبل، شلون خليته يرتبط بالرسبت الاقوى من الاستيركونين؟ ضفت له بعض المواد اعطيته بوندات فخليته يرتبط احسن من الاستيركونين. نيجي سايد افكت، اول شيء مدرياتك انه دايليشن للبابل اوف ذا اي سيركل بليجي بارس ستراكشر اوف ذا اي ويسوي براسل للرئه القلبيه ما تقدر تشوف يعني. انت سبا مود يقلل لك التوم موتورتي مالت الجي اي تي كلها والجهاز البولي، انت سكريشن كل السكريشن مال جسمك حيقللها. نجي هسه قال لك المدرياتك والسيركل بيجي احصلها من توبيكال وما يسوي لي سايد افكت قليله يعني استخدم توبيكال انا، اما اذا استخدمت سيستميك قال لك اذا استخدمت انت سبا مود سيستميك يعني شو اذا اخذت اورال او بنتراو يعني يدرك حيروح للجي اي تي ويقفل بس ما حيكون فري من السايد افكت، حيعطيك مدرياتك ويعطيك شيء يعطيك يعني هواي سايد افكت. مثل الشيء من تستخدم علاج انت سكرتري اللي هو على مود تقلل الافرازات مال جسمك يستخدمون بالعمليات على مود يقلل الافرازات مثلا يقعدون يسوون عمليه بالرئه فيردون يقللون الافرازات مال الرئه فيعطون الاتروبين. قلك هذا الشيء من تاخذ اورال يوز راح يعطيك مدرياتك يعطيك درايس اوف ذا ماوث يعطيك ريتينشن يعني مستحيل تحصل شيء اذا ما تحصل السايد افكت وياه. يعني نجي الاتروبين هو يستخدم كانت سبام مودر ادي سبام مودك افكت، ليش؟ لان راح يضبط لك السموث مسل مال بارس باثو مالتك يعني مال الجهاز بارس باثتك. وقال لك هو كل مسكنك ريسبتر كل يستهين والاتروبين هو يعتبر الستاندرد مارتي. انا اذا صنعت علاج يشتغل انتي مسكنك اروح اقارنه بالاتروبين، الاتروبين هو اقوى شيء، الاتروبين هو الستاندرد اللي اقيس بيه السمنادك ارمجر يعني قارنه بهن. قال لك الاتروبين احنا مو قلنا هو التمسكنك بس هو الا بعض الشغل على النيكوتينك، شو يسوي؟ يقلل الترانزيشن مال نيرف امبلس، هذا شو اسمه نيوروتروبيك افكت، وهم له تاثير على من على المصل مال مصل سيل مسكل سيل فاسمه ماسكوتروبيك افكت. عيد اتروبين هو انت اسمه مودر ثبت لك الاسمون مصل مارت بارس باثوميتك ويصير لك كل مسكان كريسبتر ويعتبر مقياس مارت كل العلاجات بس له افكتين مهمات كلش. نيوتروبيك انه يضعف الانتقال للاعاز العصبي والماسكوتروبيك سوى دبريشن للمصل سير. والانتيكورنيرجيك مرات يستخدموها بس كلش قليله ببيبتك ارسل ديزيز بس مرات يستخدموها ككوباينيشن وياما علاج ثاني. شو استفاد من عدي؟ تقلل لك افراز الاس سي ال وتقلل لك الستريس مال ايموشنال فاستفاد منها بالشخص اللي عنده قرحه. الباركنزم اللي هو مرض الباركنزم ديزيز اللي اخذناه بالفارما قال لك هذا هم نعطيه العلاج قلنا نعطيه انتيكورنرجيك اللي قلنا بنزوتروبين وجماعته. قال لك شنو هذا مال شو تصف برشفه ما تقدر تتحكم لك بجسمك والماسك لايك فيس انه وجهك يقدر ثابت وما تقدر تحركه اصلا. فقال لك هاي سيف شنو مال فاكشن وين بالاكسترا بايرميدرال سيستم يعني بالدماغ يعني. قال لك شنو هذا الباركنسون؟ قال لك هو عباره عن مرض يكون قوي وديجنريشن انه تثبيت للدوبامين نيرون النيرون مال الدوبامين الاعصاب مال الدوبامين حق كلش وين بالسبستينيا نقرا بالميد برين داخل البيسن جنجليا. هذا المرض بالبيسن جنجليا شاب عندنا تساوي عندنا 50% يحتوي على استيركولين فعاليه مرته و50% دوبامين. من قل الدوبامين زادت نسبه الاستيركولين فعاليته مثلا صار 30 ها صار 70 وهو مو كميه ازدادت هو الدوبامين قل تركيزه فالتوازن اختل. فشو اسوي شلون اعالجها؟ انه اقلل الاستيركولين. نجي نحكي هذا الحكي نحكي هنا اللي الدوبامين نيرو ديجريشن البالانس بتوين راح يختلف يعني فبالتالي صار الهبش للدوبامين الدوبامين راح يقل كل شيء قل فبالتالي الاكتيفيتي مال كولينرجيك راح تزداد. فالبرايمري جول مال انتي كولينرجيك انه رجع هاي التوازن اقلل الاكتيفيتي مال كولينرجيك داخل البيسن جنجليا. يا علاجات تكتشف اللي هو البيرادون اللي هو الاتروبين اكتشفوا ان الاتروبين يقلل لك كولينرجيك فاكتشافه بعلاج الباركنسون يعني بالعلاج الباركنسون ديزيز كان ديسكفري يعني كان اختراع كلش بس ما قدروا يستخدموا بسبب سايد افكت. وراها قعدوا يطورون من عده يصنعون مركبات تشبه الاتروبين على مو تحصل على مضاد للرشفه مضاد للصلابه بس يقللون السايد افكت.
وأثناء الدراسات هاي اكتشفوا علاجات ثانية تشتغل نفس شغل الأتروبين ومو يعني مو مسلسة الأفاكي مثل الأنتي هستامين الدايفنر هايدرامين. هذا يقلل لك الرجفة يقلل لك الصلابة ويعطيك أنتي باركنسون لايك أكتيفيتي يعني يقتل لك يعني يوخر لك الباركنسون ديزيز كأنتي كورنيرجيك. بس الأكتيفيتي مالته على ما تعتمد أنه هل يوصل للدماغ لو ما يوصل هل يعبر البي بي بي لو ما يعبر. ويجي يكون كمان المحاضرة الخامسة وكمان محاضرات الميد وإن شاء الله يكون استفاديتوا بشي.